يعطيكم الله العافية يعينك إن جميعا. شاء الله. شكرا للحضور الكريم، وشكرا للأبطال المتحدثين عيسى وسالم، ما قصرتوا. أنا اليوم الجزئية حقي راح تكون عملية، فخذوا نفس وجهزوا إن شاء الله. اعطوني لحظة، أن راح أتنقل بين الباوربوينت وبعض المواقع وبعض البي دي افس، لأن حندخل حالة كلينيكية بحتة، يعني كأنك جاي الصباح جاي الدوام وبسم الله حتبدأ، وفي أحد قالك تعال عندي ريكوست ام ار اي وهذه القضية الفلانية، حندخل حبة حبة، يعني نحاول نحاكي حالة طبيعية. إذا حنخش جامد ونبدأ في الموضوع. هي أنا كنت أفكر أعرض حالتين، بس لأن دخلت في العمق في هذه الحالة هعرض حالة واحدة كلينيكية، حيطلع لنا إشكال مختص بالام ار اي سيفتي. بعدها يعني اليوم المهارة اللي نحتاج نتعلمها كيف نقوم بعملية الانفستيجيشن، حنصير محققين من ناحية السيفتي، فخلنا نتوكل على الله. طبعا بس من باب التذكير، لعل الشباب ذكروها، من باب التذكير عادة تصنف الأشياء في الـ MRI إما سيف أو كونديشنال أو أنسيف. السيف عادة ما في إشكالات كثيرة، لما يجيك واحد مركب جهاز مثلا أو مركب دعامة أو شيء ويقول لك سيف، ممكن تحتاج تشيك اشياء بسيطه انه هو اوكي سيف على 1.5 تسلا 3 تسلا، ايش الجريدين، حاجات سهله، فالعمل قليل في هذا المجال. كذلك الحديث ينطبق على الانسيف، اذا انسيف دونت ريسك ات، تمام. لكن الشغل الشاغل يتركز في الكونديشنال، طبعا حاله اليوم راح تكون كونديشنال، عشان كذا يتطلب شغل كثير منه في العمل اليومي. لما يجيك شخص عنده شيء يقول لك كونديشنال، معناتها الساعة الأولى من دوامك حتكون بحث، إذا جاك في نفس اليوم من الفحص. إذا جاك من قبل هذا تكون أنت شخص محظوظ، إذا عرفت عن معلومة أنه عنده شيء، تمام. فخلينا اليوم نشوف إيش عند هذا الرجال. جانا رجال عمره 62 سنة، رجل تحول للإم آر آي طالبين له فحص على الدماغ، تمام. أو عب السكرينينج، سيفتي سكرينينج، اللي هو نسأله هل أنت عندك معادن، هل أنت السيفتي سكرينينج، هذه فورم معروف جدا عندنا. بس كتب عندي implanted drug infusion pump، مضخة مزروعة داخل جسمي تستخدم عشان تضخ الدواء بشكل متواصل، تمام. طبعا الرجال فاجأنا يوم اللي وصل قال لنا هذه المعلومة، فاحنا الآن بين الأمر والواقع، قلنا له أوكي استريح في الاستراحة حنعمل الانفستيجيشن. طبعا من باب الملحوظة الحمد لله عندنا جهاز، عندنا الخيارين، عندنا اكثر من جهاز، عندنا خيار، عندنا 1.5 تسلا وعندنا 3 تسلا، وهذه من نعم الله اذا عندك خيارات، تمام. سؤال، طبعا رجعنا سولفنا معاه وقلنا له طيب تعرف ايش اسم الجهاز؟ عندك معلومات عن الجهاز؟ اعطينا معلومات. طبعا وهذه مهارة، طبعا مهارة في كل اخصائي اشعة، لازم يكون عندك مهارة استخراج المعلومة من المريض، لان بعض المرضى ترى بسطاء لدرجة بعيدة، يخلط بين السي تي والام ار اي، فتحتاج تنتزع المعلومة انتزاع بأسلوب ذكي يعني. عموما فهذا الرجال أثار أسئلة، والأسئلة هذه راح تكون بداية الانفستيجيشن. السؤال، هل عندنا معلومات عن هذه البمب المضخة اللي في جسمه؟ إذا عندنا معلومة، إذا ما عندنا، هل نقدر ندخل على السيرجيكال نوت أو الميديكال ريكوردز حقه؟ أو هل الرجال يحمل بطاقة؟ كنا محظوظين لدرجة ان الرجال عنده بطاقه اعطاه اياها الدكتور من ركبه البامب، قال له شوف اي مره احد يسالك ايش نوع البامب او شيء تبرز لهم هذه البطاقه. فالرجال ابرز البطاقه مكتوب عليها باكلوفين بامب واسم الشركه، تمام، لا من شركه ميترونكس والموديل نمبر. طيب هذا طبعا قطع لنا نصف المسافه الحمد لله، لان معرفه اسم البامب والموديل الخاص فيها هذه اشياء مهمه جدا، تمام. في حال جاك مريض في اليوم في نفس يوم الفحص وقال والله ما عندي معلومات، أو ولا تقدر تدخل على الميديكال ريكورد حقه، ولا تقدر تتصل بالطبيب حقه، ولا تقدر تحصل على معلومات، النصيحة عادة يقول لك do not risk it، لا تقول له ألغينا الفحص، على الأقل قول له أجلنا الفحص عفوا ومعذرة، اليوم ما راح نقدر نعمل لك الفحص، نحتاج نجمع معلومات أكثر. راح تعرفوا لاحقا ان هذه المسائل بعض الاحيان تكون خطيره جدا يعني، فعلى قولتهم don't risk it، لا تندفع وتصور المريض. فعموما الرجال صاحبنا هذا احنا محظوظين معاه، صحيح فاجأنا يوم الفحص، ولكن
عنده معلومات كفايه. فعموما اعطانا رقم اعطانا الموديل واعطانا الاسم، فحين حنحط قبعه المحقق كونان وحندخل في التحقيق، نشوف هذه البامب هل نقدر نستخدمها او لا. طبعا بس لمحه بسيطه، ما هو الباكلوفين بامب؟ الباكلوفين هو دواء، الدواء هذا يساعد على تخفيف التقلصات في عضلات الجسم في بعض الامراض يكون عندهم تقلص دائم. طبعا التقلص الدائم في عضلات الجسم يسبب لك الم، فهذول الناس ما تقدر تعطي مثلا ابره او حبوب او شيء، يعطوهم مضخه فتضخ الدواء بشكل مستمر طول اليوم، فهو ما يحس بالالم ما يحس بالتقلصات، فلذلك يحتاج يزرعوا له هذه المضخه تحت الجسم. الصوره اللي على اليمين تورينا المضخه، المضخه دائريه الشكل زي القرص، السمك حقها مو كثير، يمكن 2 سنتيمتر او اقل. وهذه صوره بس كبيره، بس اللي ابغى اوريكم ان هي المضخه تقدر يعبوها بالدواء، لان تزرع تحت الجلد بعدين يعبوها بالدواء، هنا يستخدم ابره يعبوها، وهذا الانبوب يطلع ويطلع الدواء. طيب الدواء فين يدخل؟ الصوره هذه اللي على اليسار تورينا ان تزرع عاده هذا النوع من المضخات في اسفل منطقه البطن قريب الحوض اسفل البطن، وبعدين هذا الانبوب او الكاثيتر يطلع ويدخل في قناة الحبل الشوكي في السي اس اف، يسموها انتراثيكال تريتمنت او ميديكيشن، تدخل في السائل المحيط بالحبل الشوكي. تمام، على اليمين هذه الصورة تورينا صورة اكس راي، اذا انا مو غلطان تسمى كيو بي. هذه الصورة عبارة عن اكس راي تورينا انها هذه المضخة هنا، وهذه الانبوب حقها كمان ورايح لين فوق. تمام، فهذه فكرة اين تقع وما هي وظيفتها. تمام، سؤال، هل نقدر نصور هذا المريض ان دخله في الرنين المغناطيسي او لا؟ هذا السيفتي كونسيرن حقنا. ف باك تو اور انفستيجيشن، طبعا ممارساتنا اليوميه سهله سهله لكن فيها تفاصيل. فانا بديت اوكي حدخل على الام ار اي سيفتي ويب سايت اشوف، اكتب باكلوفين بامب دراج انفيوجن اقرا عنها، بعدين لقيت شيء قادني اروح الى نقطة 2 اللي هي اروح للمانيفاكتشر ويب سايت، بعدين لقيت شيء قادني اروح على الديفايس مانيوال. وحندخل في كل واحد، اذا اليوم ما تعلمنا اي شيء نحتاج نتعلم هذه المهارات وايش المعلومات اللي نطلع فيها. هحاول ندخل على كل واحد واحاول اعمل هايلايت لنقاط السيفتي. تمام، الان خليني اشارككم بالويب سايتس. بسم الله، احتاج الشباب ياكدوا لي ان هم يشوفوا. معاك انا سمعت؟ موجود. يا سلام، تشوف الموضوع ابو حميد؟ اي حلو، خلينا بس بس هذا عموما الحركة تجي عندنا بشكل بطيء. اوكي، يعني اتاخر شويه. اي تقريبا، في اذا بغيت تحط على معلومة خلها اكثر من ثانية حلو، ما تحريك. حلو، ما راح استعجل، اصبروا معي يا شباب. هذا الموقع مشهور يا شباب، موقع الدكتور شلك اللي هو mri.safety.com، عادة ألجأ إليه بشكل سريع. لو دخلنا على القائمة هنا جهة اليسار تلقى حاجة اسمها the list اللي هي قائمة الايتمز، فنضغط عليها. أنا أبحث عن مين؟ أنا كتبت، ما أخفيكم، باكلوفين بامب أشياء ما طلع لي شيء، بس كتبت drug infusion، drug infusion، حكون بطيء حبتين، كتبت في محرك البحث مال الويب سايت حق الدكتور، وبعدين ضغط انتر. طلع ليش حاجة؟ ليش؟ شوف، هذا مثال عملي. ليش؟ I miss spell drug، شايفين كيف؟ حلو، بانك. سو اذا الان بحثنا باسم عام، جينا هنا، مين فيكم يتذكر اسم الدرج؟ هي هذه الشركة صح، بس كانت MD2. MD2 فيه ملفين، الملف الاولى دكتور شلك يقول اختبرتها على 1.5 تسلا واختبرها على 3 تسلا. طيب العمود اللي في المنتصف هو يقول لك الاوبجكت ستيتس، هبطأ شوية عشان الصورة معاكم. Object status conditional، ها ما قال safe ولا قال unsafe، حطنا في السيناريو الأصعب. طيب هذا صاحبنا،
على 1.5 نبغى معلومات يا دكتور شلوك، ماذا تقصد بكونديشنال 5؟ نضغط اوكي، احاول اكبر هذه عشان انتم تشوفوا. عموما يقول الستيتس حقي هو تقييم الدكتور ان هذه كونديشنال 5. خلاصة كونديشنال 5 يقول روح الى المانيفاكتشرر، يعني انا ما راح اقدر، ما سويت سبيشال تيستينج، ولكن عليك باتباع تعليمات المانيفاكتشر، الشركة المصنعة. هذا الخلاصة. فالدكتور شلك في هذه الحالة ما خدمني كثير، بس يشكر على كل حال، هو رجال زين وما قصر. فعموما راح أغادر هذا الويب سايت، وراح، لأن الحين الرجال المريض أعطاني البطاقة، فأعرف أعرف الشركة المصنعة. إيش راح أسوي؟ راح أدخل على الشركة المصنعة. الشركة المصنعة هي ميترونكس، انا كتبت اسم البامب وطلعت لي هذه البامب بالفعل وهذا الموديل. طبعا طبعا انا رجل كسول، ايش اسوي عاده؟ كنترول اف، كنترول اف، ادور فين الكلام المتعلق بالام ار اي. نزلت تحت، اوه هذه كلمه ام ار اي، ف لعل تشوفها ان شاء الله. فالسيفتي هذا الان في الويب سايت العام على الشركه يقول لك فول بودي ام ار كومباتيبلتي ات 1.53 كذا under specific conditions. طيب الجزء الاول مطمئن، ممكن نصور، بس في احتياطات لازم ناخذها. حط لي نجمه كذا، تمام. فالحين اواصل ابحث، اوكي هذه البامب، اتاكد انها تعامل مع نفس البامب. اها هنا بدا يعطينا شويه معلومات، قال لي ان في تو موديلز، في موديلين من هذا الشيء. الرجال اعطاني انه تو، التو ل 20 مللي كذا، فانا اتعامل مع هذه. وهنا في معلومة كمان حلوة، قال لي في باتري لايف، معناته هذا الجهاز فيه بطارية. وهذا طبعا كل ما عرفت هذه المعلومات كل ما تقول اوكي، معناته بطارية، معناته جهاز، معناته الاخطار تزيد. عموما هنا ما لقيت شيء كثير، قال لك اندر سبيشال كونديشنز وسكت. فبعدين ايش سويت؟ رحت الى هنا المانيوال حق الجهاز، قال لي اضغط على هذا الشيء، في مانيوالز كثيرة. فضغط عليه، فتح معايا هذا الموقع. قال لي انت في اي منطقه في العالم؟ هذه خريطه العالم. قلت له والله انا في نيوزيلندا حاليا. ضغط على نيوزيلندا، هذه الدوله، وقال لي اللغه الانجليزيه، وقلت له جو. هحاول ابطا شوي جس ان كيس لو في تاخير. فاخترنا الحين نبحث عن المانيوال الخاص بالمضخه، تمام. قال لي ايش عندك من معلومات؟ قلت له والله عندي الموديل نمبر. موديل نمبر يا حبيبنا نطلع الآن 8637، ما شاء الله، وطلع على طول 0.2، تمام. وقلت له جو، ابحث لي عن المانيوال حق هذه أي لغة. قلت له أعطيني الإنجليزية، select language، تمام. جيت هنا في هذا، تمام، أنا رجل كسول أجين، على طول فتحت قلت له كنترول اف، ولقيت كلمة ام ار اي، فهذا هو المانيوال المطلوب، تمام. الآن ما راح اضغط عليه لان عندي المانيوال. المانيوال يا شباب هنا، واضح معاكم شباب؟ قولوا لي بس. واضح حلو زين. واضح واضح المانيوال كبير، المانيوال كبير، وانا نفس الشخص الكسول، فكنترول اف كلمة ام ار اي، ابغي الام ار اي، او ما بديت كذا بصراحة، لان المانيوال لفت نظري بحاجة، قال لي إن هذا المانيوال يغطي أكثر من موديل. فقلت له لا والله أنا أبغى أتكلم عن الموديل الفلاني، فدخلت رقم الموديل 8637، هذا هو وهذا هو، وبديت كذا صح، وصلت للشيء اللي أبغاه. فيه أبندكس رقمها بي تتحدث عن ماجنتيك ريزونانس ايميجينج، عن الموديل حقي. فقلت بس هذا الأشياء. هذه صفحة كم؟ 26. فرحت للصفحة 26 ووصلت الابندكس حقه. هنا الشغل الشاغل، هنا حنطلع المعلومات الحلوه. بديت اقرا، طبعا الحين انا عندي اسئله، هل هي سيف مو سيف؟ هذا سؤال في مخي، الرجال ينتظر في الاستراحه، تمام. اتاكدت ان هذا هو الموديل اللي جالس اتعامل معه. هذه مهمه المعلومه، لان حوريكم تحت في الموديلات لما تختلف تختلف الاشتراطات. وصلت لاول جزئيه، يقول لي ان هذا الامار كونديشنال، هذا الجهاز كونديشنال. If the patient is implanted مع هذا الجهاز examination can be performed under the following conditions. ما هي الشروط؟ قال لي 1.5 تسلا او 3 تسلا horizontal closed bore، هذه مهمة.
هوريزنتال اللي هي اغلب السوبر كوندكتور، كلوز موش الجهاز المفتوح اللي هو زي ساندويتش فوق تحت، تمام؟ فهذا شيء مهم اذا كنت انا في مستشفى عندي كلوز، او اذا كنت اقل او اكثر من 3 تسلا. ممكن بعض الناس يستسهل يقول او اقل، لا، حتى الاقل الى اضرار، حتى الاقل الى اضرار، تمام. ماكسيمم سبيشال جريدينت اوف كذا كذا، حرجع على هذه النقطه. ماكسيمم رقم ثلاثه، ماكسيمم جريدينت سلو ريت، هذه قوه الاداء حق الجريدينت حق الجهاز. لا تعرض هذا الجهاز البامب لاكثر من هذا. طيب سؤال، من فين اعرف هذه المعلومات؟ اي جهاز يجي معاه مانيوال نحتاج هذه المعلومات تكون معروفة عندنا احنا كممارسين، ونقدر نستخرجها في اي وقت، حتى لو تطبعها في ورقة وتعلقها في مكان، اوكي، عشان هذه الاسئلة منها. فجهازك مثلا اكس، قوة السلو ريت حق الجريدينت حقه كذا، تمام. كمان يقول لك ايش بالنسبة للار اف، والشباب يتكلموا عن الار اف والهيتنج والبرن والتيشوز، يقول لك استخدم الفيرست ليفل، والفيرست ليفل معرف بمنظمة الطاقة الدولية او ما ادري ايش، الاي اي سي. لكن كل جهاز، كل مانيفاكتشر، سيمنز، جي اي، فيليبس، توشيبا، او شيء، عندهم فيرست ليفل ونورمال ليفل، فيقول لك ما عندك مشكله تستخدم الفيرست ليفل. فهذه معلومه، هذه مساله كليك تختارها في الاوبريشن. طيب نرجع لنقطه الماكسيمم سبيشال جريدينت. بالمناسبه هذه تختلف عن اللي تحت، هذه ما يتكلم عن قوه الجريدينت، هذه يتكلم عن التدرج في قوة المغناطيس كلما اقتربت منها. أنا لما أدخل من الغرفة، عن باب الغرفة، المغناطيس مثلا قوته 10، كل ما اقتربت تزيد، تصير 20، 30، يعني اختلاف قوة المغناطيس بحكم قربي أو ابتعادي من المغناطيس. هذه نقطة مهمة جدا ويغفل عنها الكثير، لذلك حتطرق لها بعد شوي لوحدها، تمام. عموما هنا فهمت أن في 19 تسلا بير متر، تمام. نمشي، هذه مهمة. إذا المريض ما إذا البمب والمريض ما تجاوز هذه المرحلة، للأسف ما راح أقدر أصور، تمام. خلنا نمشي نفحط نشوف إيش فيه موجود، تمام. في معلومة هنا يقول لي ترى الجهاز هذا داخله ديسك أو شيء يلف يدور، والجهاز مبرمج إنه لما يتعرض لمجال مغناطيسي حيتوقف بشكل مؤقت، temporarily حيتوقف، لكن جهازنا ذكي، بعد ما يتوقف لما تطلع المريض من الرنين المغناطيسي حيبدأ يشتغل من جديد. وهذه معلومة مهمة مهمة مهمة. ليش؟ مو كل الأدوية مسموح لنا نوقفها، هذا واحد. اثنين، عملية إيقاف بعض الأدوية ممكن تقتل المريض في 3 دقائق. إذا المريض عايش على دواء لمدة 2 3 4، وتجي أنت حضرتك وتجي حضرتك وتقفل الدواء عن المريض، ممكن يموت في لحظات. هم نفس الشركة هذه، لأنهم شركة أدوية وأشياء، حيذكرونا بهذه المعلومة. عموما أول حاجة إيقاف أي دواء لازم permission من الطبيب المعالج و approval من radiologist. شيء ثاني، هل باستطاعتنا إيقاف الدواء أو لا، وإذا حنوقفه لمدة كم؟ أسئلة كثيرة. فهذه مكتوبة في manual اللي قدامنا الآن حق جهاز، ولكن المعلومة مهمة. لما أنت تخطأ لا سمح الله توقف الدواء من خيارك الشخصي، ممكن تؤذي المريض. في بعض الأحيان pain killers ممكن، مو مشكلة، بس في أدوية معينة لا، هذه مهمة جدا ننتبه لها. فهذه نقطة مهمة مكتوبة أمامنا، فلذلك الإنسان يقرأ فيما بين السطور، مو يقرأ بس الـ MRI ومع السلامة. نتعامل مع جهاز موصول مع مريض، وهذا يؤثر على حياة المريض أو صحته، تمام. هنا بس ينبهنا أن الجهاز حيشتغل من ذاته، ممكن يصير delay، ممكن يتأخر 2 ساعة ل 24 ساعة. فهذه معلومات مهمة لما تكلم المريض لما تقول له يا حجي it is safe، حندخل كذا، المريض يقول لك تعال تعال انا متأكد انت. طيب هنا لما تكون عندي هذه المعلومات، I will look confident at the front of the patient، اقول له نعم لا تخاف يا حجي، حيوقف عمل الجهاز وان شاء الله من 2 ساعة ل 24 ساعة حيشتغل. تكون عندك معلومة، فالمريض يؤمن ويبدأ يتعامل معاك ويحس انه in safe hands. هذه مهمة، تمام. في هذا التحذير patients receiving intrathecal baflucin، هذا الدواء بالتحديد are at high risk of adverse events، تمام. baclofen withdrawal، ايقاف هذا can lead to life threatening conditions if not treated promptly and effectively. هذا تحذير مهم، ان لا توقف الدواء عبط يعني، لازم تكون منتبه ايش قاعد تسوي، تمام. الان الوقت زي ما قلنا، الجهاز حيوقف نفسه، حيشتغل نفسه، الوقت يتغير. هذه معلومات اوكي عشان تعطيها المريض، بس المعلومة المهمة كانت
المعلومة مهمة كانت إنك لا توقف الدواء إلا بإجازة من الدكتور طبيب الأشعة والدكتور المعالج. تمام، هذه ما عندنا مشكلة، تكلمنا عنها، حمشي بطيء شباب. تمام، هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا، تتدخل تخصصنا في الراديولوجي. يقول لك إن البامب هذه لا يجب أن تكون متعامدة على الزد أكسس. وعطونا صورة، هذا الزد أكسس اللي هو اتجاه الهيد للفوت، صح؟ يقول لك إن هذا القرص لا يجب أن يكون متعامدا بهذه الطريقة. زين، عطونا هنا دياجرام جميل. إذا هذه الصورة هي الزد، الزد هو يميننا ويسارنا حاليا، هذا البوزيشن خاطئ. لازم تكون البامب شوية تلتد يمين أو يسار 90 درجة متعامدة على الزد، هذا شيء سيء. حيقولوا لنا ليش؟ تمام، حنطلع فوق. أتمنى أني ما جالس أسرع، جالس يقول لك ليش شباب؟ Due to the disorientation of the pump with respect to the magnetic field, close bore، تكلم عن الأجهزة الكلوز اللي هي زي التنل، البامب performance hasn't been established using other أو آسف أنا نطيت. هذه النقطة المهمة هنا، which can result in permanent non-reversible stopping of the pump. ممكن إذا صارت البامب في هذا البوزيشن بالتحديد 90 درجة متعامدة على الزد، ممكن يخل بعملها ويمكن عملها دمج. طيب خلينا نستحضر سيناريو أن هذا المريض عايش عليها أو شيء، أنت حتجيب فيه العيد. تمام، وهذه طب بالمناسبة البامبس هذه كلها بروجرامبلز، ممكن أصلا يصير اتفاق إن نعمل لها بروجرامينج بالريموت كنترول من الخارج، إنها نسوي على شيء اسمه سيف مود، معناتها حتى لو دخلتها في الرنين المغناطيسي حتواصل تعمل. طيب هي ممكنة في السيف مود وجالسة تحقن دواء، ولكن أنت جيت ما التفت لنقطة إنها متعامدة على الزد أكسس حق الرنين المغناطيسي، حتفرض عليها انها تقف، مو بس تقف، حتخرب الجهاز كامل، فبذلك قطعت الدواء عن المريض، وهذا ممكن يشكل خطأ. فهذا كيف ننتبه له شباب؟ ما نصور باكلوفين بامس الا بالنظر للاشعه، نشوف اكس راي حق المريض، وهذه لازم توريها طبيب الاشعه، نقول له يا دكتور تعال هذه البامس، هذه المضخه يجب ان لا تكون متعامده مع الزد اكسس. خلينا انا وانت نشوف لو سمحت الاكس راي او السيتي سكان حق المريض فين البوزيشن مال هذه البامب، زي ما شفنا الاكس راي من شويه. تمام، اذا كانت غير متعامده توكل على الله، اذا كانت متعامده تقول اسف ما اقدر اصورك. فهذه نقطه مهمه جدا، يعني المساله مو فقط هيتنج او اتراكشن فورس او جريدينت، لا، فيها اعتبارات اخرى. طبعا هم ناس المصنع هم سووا اختبارات والتفتوا لهذه النقطه، فهذه نقطة مهمة جدا. خليني كمان أمشي تحت preparation. هذه الكلام اللي قلت فيه إنه هو لا تمام، وصلنا هذه البامب اللي عندنا فيها خطر الهيتنج، خصوصا لما جالسين نصور منطقة البطن، فنحتاج ننتبه لفكرة إن ما نزيد عن 30 دقيقة متواصلة. الجريدينتس اكيد لان فيها موصلات كهربائيه واشياء، فبعض الاجهزه تتاثر، يسوي لها كرنت اندكشن، هذا لازم ننتبه له. في بعض المرضى راح يحس الجهاز يمكن ما ينسحب سحب، ولكن الجهاز يصير فيه تورك، يحاول يلف نفسه، يعمل الاينمنت مع المين ماجنتيك فيلد، فممكن بعض المرضى يحس بشد في بطنه او شيء. انا شفتها يلفوا على البطن كذا زي الرباط عشان يخفف حركة الجهاز، لأن الجهاز ترى very superficial عند تحت الجلد عشان يتمكنوا يحقنوا المادة الدواء اللي فيها. فعادة لما شيء superficial اللي تحط عليه رباط أو شيء يمشي الحال، يعني المريض ما يحس discomfort. تمام، الكاثيترز راديو بيك، هذا ما عندنا مشكلة في سبب، مو راديو بيك، هي راديو بيك صح، بس كمان بعضهم فيهم ميتالز، فهيسبب لك ارتفاكت لو كنت تصور في منطقة البطن. هذه بعض ال considerations. انتهينا من الجهاز والتحقيقات، بس هنا قبل ما اختم شوف هذا موديل ثاني، الموديل الثاني هذا فيه اعتبارات اخرى كمان.
الهيتنج حقه مختلف، اشياء مختلفه، ما نبغى ندخل في هذا الموضوع الان. حرجع للباوربوينت. هذه بدينا من ام ار اي سيفتي وما افادنا بالشيء الكثير. بعدها رحنا للمانيفاكتشرز ويب سايت ووصلنا الى المانيوال الخاص حق الجهاز، واستخرجنا اغلب المعلومات من المانيوال، تمام، which is good. الان انا جيت وقريت هذه المعلومات كلها، وايش الواجب حقي؟ الواجب اني اعمل نوت تيكينج. ليش؟ اكتب ايش الفيلد اللي نقدر نصور عليه، السبيشال جريدينت، كل هذه الاشياء، والار اف، والديفايس. الديفايس حيوقف بنفسه، حيشتغل من نفسه، ممكن في تاخير انه الجهاز يشتغل او لا. الميديكيشن سيزنج، ايقاف الدواء، هل هو مسموح لي او لا؟ واذا راح نوقف الدواء، do I have a plan B؟ واقصد ببلان B في بعض المرضى اللي ما نقدر نوقف الدواء لكن نبغى نصورهم، ونعرف انه اذا دخلناه حتوقف البامب، ايش نعمل له؟ نعمل له ميديكيشن اي في، نعمل له الدواء في الوريد ونعلقه، وهو في الفحص واحنا نعمل له الدواء دريبنج. فهذا بلان بي او بديل، تمام. لازم نعمل بري ام بوست ام ار اي كير، اتاكد انه بعد قبل ما يدخل المريض اتكلمت عن الاطباء المناسبين، وبعد ما يطلع راح اتكلم معاهم عشان يتاكدوا ان الجهاز شغال بشكل مناسب. كمان استحضار كل هذه المعلومات اللي فوق، ان راح نصور المريض في الوضعية الفلانية، فيت فيرست، هيد فيرست، كل هذه الأشياء. هل الإكزام حقي حيتأثر؟ البروتوكول حيتأثر؟ Are we going to tailor specific exam؟ يعني مثلا الدكتور يقول والله ما أبغى تيتو وما أبغى كونتراست، اعمل لي كذا كذا، يمكن يختصر الفحص، وهذا هو الشيء مهم، تمام. كل هذه النوتس اللي في يدي هاخذها وهروح فين؟ فيس تو فيس مع طبيب الأشعة، تمام. حجلس معاه اقول له هذا المريض، هذه الانديكيشنز حقه، جاي يسوي الفحص الفلاني، هذه الاشتراطات، هذه الاشياء السيفتي اللي انا شوي يعني اقلقتني، وهذه الاشياء اللي يجب ان نعملها. ايش رايك؟ اذا اتفقتوا على البروتوكول، واتفقتوا ان الدواء هذا امن انه يتوقف وكل شيء تمام، تتوكل على الله تصور. طبعا هو ممكن يتواصل مع الاطباء المعالجين، تتوكل على الله وتصور. في عنده مثلا استيضاحات نقدر نستوضح، في عندكم في الديبارتمنت مثلا كونسنت، تحتاج تطلع الكونسنت، تقول له مريض ترى انت تعتبر هاي ريسك، هنصور كذا، في احتمال نعمل دمج للجهاز، في احتمال يصير كذا، في احتمال كذا، في احتمال هيتنج. تشرح المريض، كونسنت المريض، تشرح له كل شيء وتوكل على الله. فكل الواجب، كل الهوم ورك اللي عملته من بحث في الويب سايت والاشياء هذه، تحتاج تلخصها عفوا تلخصها، تروح مع طبيب الاشعه، لان القرار النهائي لطبيب الاشعه في هذه الحاله، تمام. انا قلت لكم هحاول اتكلم عن الماكسيمم سبيشال جريدينت، تمام، لان هذه شويه ناس دي ميكست مع الجريدينت العادي اللي هو السبيشال جريدينت. الماكس الشباب لعل تكلموا عن الفرنش فيلد، اللي هو امتداد مجال الاشعه خارج نطاق الروم. شيء اللي ابغى الفت نظركم اليه، ان كل جهاز يجي معاه خريطه بهذه الطريقة. كل جهاز أو كل شركة يعتمد فين ركبوه، حجم الغرفة، فين موقع الجهاز في المستشفى، حيعطوك خريطة من هذا النوع. الخريطة هذه تعطيك السبيشال جريدينت، معناته قوة المغناطيس in relation to the distance of the MR machine، تمام. شوف زي ما قلت لكم مثال، هنا يبدأ المجال ضعيف، يقوى يقوى يقوى. طيب، وهذا البد مال التيبل، خلينا نرجع للصورة اللي قبلها. عادة هذا البد مال التيبل، وكلما اقتربت من الجهاز كلما قويت هذه المناطق. هذه المناطق هي المشكلة، هذه ممكن تعمل لك تورك، ممكن تلف في الجهاز المزروع، البمب في هذا المثال، هذه ممكن تلفه، وهذه المناطق اللي نحاول نتفاداها. فأنت تسأل روحك أسئلة، تقول تعال أنا مريضي، خلينا نروح للصورة هذه اللي جهة اليمين. المريض إذا كان في الدائرة الخضراء مثلا، فما اقصى شيء راح يتعرض له 5 تسلا بير متر، تمام. فلو كان صاحبنا هذا 19، فلو كان مريضي ما هو سمين كثير، نحيف وبسيط، ما راح يصير عالي، فوضعنا في السليم. لو كان مثلا اقصى حد 7، هنا في هذا المثال اقصى حد 7 تسلا، فمريضي ابو 19 سيف، لانه ما راح يتعرض لاكثر من 7، والا هو حيصير جسمه ضارب في الجهاز. طيب، ايش نتعلم من هذا الشيء شباب؟
نروح الى الماني والحق اجهزتنا ونسحب هذه الخريطه ونكون فاميلر ونحط علامات على اجهزتنا، مثلا نقول والله هنا السفن وهنا كذا كذا، صح؟ عشان لما يجيك مريض تعرف كيف تتعامل معاه. طيب لو حسيتها كونفيوزنج، ما انا فاهم الوضع، تجيب الانجينير مال الشركه او الابلكيشن سبيشالست ويقول له اشرح لي كيف استخدم هذه. انتوا يا شركه الف اعطيتونا هذا المانيوال، ايش هذه الخطوط؟ ايش الاحترازات؟ هذه مهمه في السيفتي كثير، الكثير يغفل عنها. ننظر الى موضوع الار اف والجريدينت والفورس وننسى هذا الموضوع. This is a big deal مع الاجهزه. تمام، ما بقى علي كثير، قريب اخلص. طيب الاشياء to be considered. No two patients are the same. لا تقول قبل اسبوعين صورت مريض عنده باكلفون بومب، او عجل كل الباكلفون بومبس سيف. لا، المثال ليش؟ مثال لو كانت الاورينتيشن مختلفه ممكن ما تقدر تصوره. تمام، اسال روحك الادويه كان اي ستوب الدواء، اذا نعم فور هاو لونج، او عندي بدائل اخرى، مو كل دواء نقدر نوقفه بسهوله. تمام، طبعا طرقنا لموضوع الاورينتيشن مع البامب، ولازم تكون ملم بمعلومات جهازك، ايش هو الجريدينت حقه، ايش هو مثلا الار اف اعلى شيء هو، ايش الفرق بين الفيرست ليفل والنورمال ليفل. الحاجات هذه نحتاج نعرف هذه الاشياء كلها في المانيوال. اللي عنده اشكال او ما يقدر يفهمها، الشركات عندهم ابلكيشن سبيشالست وانجينيرز، وظيفتهم مدفوع لهم فلوس من اجل ان يعلمون هذه الاشياء. تمام، لا ننسى لازم نتكلم مع الميديكال تيم اذا عندنا اي اسئله قبل before we rush it and scan the patient. The scan time ممكن نغير البروتوكول، ممكن نقصر البروتوكول، ممكن نختصر، ما نحقن نصبغة، ممكن ما نسوي diffusion، ممكن يعني، فهذه الأشياء كلها تصير based على ظروف الديفايس أو الإمبلانت. هذه أشياء conditional لكن تفرض علينا أشياء كثيرة. ال post team تكلمنا عنه، radiologist approval مهم وال supervision مهم. لا يعني نستعجل ونقول اوكي هعمل انا بطل، انت بطل صحيح، بس في النهايه القرار لهم، واذا في اي ميديكال ايشوز they will shoulder it. تمام، في سؤال جه في مخي ممكن واحد يسال، يقول why me what's the radiologist role here، ليش انا اللي تعبت وانا اللي رحت الويب سايت وانا اللي تعبت كذا. خلينا نكون واقعيين، مو كل المستشفيات فيها اطباء اشعه فاميليار مع الام ار اي كثير، بعضهم يعني بعضهم يعني متعلم قديم وما درس الإمارة بشكل سطحي، بعضهم ما عنده اهتمام في الإمارة. ممكن الطبيب اللي معاك يحب الألتراساوند كثير أو متخصص في الألتراساوند، فلما تيجي للإمارة تلقى عنده نقص كثير في المعلومات، فيعتمدوا كثير على إن الإمارة تكنولوجيا أنت الخط الأول وأنت راح تتكلم مع المريض، فأنت تحتاج تلعب دور، تحتاج تكون مهم، تعرف هذه المعلومات، والأهم إنك تعرف ترجم معنى المعلومات. لما يقول لي gradient special 19 تسلا بير متر، what does that mean؟ هذه الأشياء مهمة. وال orientation what does that mean؟ هذه مهمة. قريب أخلص، try to do your investigation قبل ال examination day إذا تقدر، otherwise it is time consuming. كل مرة يجيك مريض، إذا عندك مريضين conditional أجهزة أو شيء حيضيع يومك كله في البحث. فإذا استطعت أو عندكم system مثلا إنكم تحضروا المرضى يوم من قبل أو شيء، هذا شيء مطلوب جدا. شكرا لكم، يعطيكم العافية. إذا عندي نصيحة واحدة، إذا في أحد لحد اليوم ما قرأ الـ ACR Manual on MR Safety، طبعا نسخة 2020، إذا أحد ما قرأه لين اليوم أرجوكم اقرأوه، لأن if you don't read it أنت you are missing a lot. اللغة حقه هو كبير لكن أغلب الصفحات حقه references، فلا تخاف من يعني كبير، هو صفحات المهمة قليلة، لغته جميلة ولغته عملية، مو لغة كتب بحتة، يعطيك أشياء عملية. تمام، شكرا جزيلا، وأعتقد أن الباب مفتوح للأسئلة.